سوريا اللي بتتهم صيادله مصر دايما ان هم اللي بيفتعلوا الازمات. ما عندكش محاليل في المستشفيات النهارده، شويه ميه بملح ما انتش عارف تعملهم، يعني شويه ميه بملح شويه ميه بسكر ما انتش عارف تعملهم. الابستجمين والحقنه ام جنيه وام جنيه ونص و3 جنيه مش موجوده. ان العمليات واقفه، ابو الريش اطفال ابو الريش واقفه. طب انت قاعد بتعمل ايه؟ ما هو ما يخرج من مكتبه. وبعدين اجي في الاخر